ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تجربة جديدة النهاردة مع المتخصصين. النهاردة انا هروح اعمل فيشل تريتمنت عند بنوتة من البنات المشهورين جدا بموضوع الفيشل تريتمنت او المسمعين قوي في مجالهم. يعني اللي بيميز البنوتة دي يعني لما شفت البيج بتاعتها والانستجرام اكاونت والحاجات دي، ان هي بتعمل باكجز كتير، يعني كذا باكج. يعني هي ما عندهاش حاجة واحدة as treatment، لا هي عندها كذا باكج. بتتحدد على اساس ايه؟ بتحددها هي على اساس الحالة بتاعتك، انتي محتاجة ايه، وشك محتاج ايه، وتبدأ تعملهولك على اساس الباكج اللي موجودة مناسبة ليكي ولحالتك. so far الكلام حلو قوي، الفيدباكس عنها كويسة. انا اول مرة هكون بجربها معاكم النهاردة، وهنروح سوا بقى نكتشفها ونكتشف الباكجز ونكتشف الحاجات دي كلها، و هقول لكم رايي بعد اسبوع من السيشن اللي انا هعملها النهارده في اخر الفيديو. فيلا بينا. عزيزه هلو سوسو، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. تمام الحمد لله. بصي احنا كام سؤال كده على السريع. أوكي. عشان نبدا السيشن على طول. خلاص. عشان مهم بس نجاوب على الاسئله دي. طبعا. اول حاجه انا عايزه اعرف منك الفيشل تريتمنت ده اصلا عباره عن ايه، واحنا ليه بنحتاج ان احنا نعمله؟ الفيشل تريتمنت ده بيبقى عباره عن ديب كلينزنج فيشل. ديب ده بيبقى من جوه لبره، اي بيعمل تنظيف داخلي لخارجي. حلو. بنعمل بنشيل البلاك هيدز والوايت هيدز، بيزود الدوره الدمويه في الوش، بيعمل بوستنج للهايدريشن جامد، فطبعا بيقلل الايجنج بروسس، بريفنتس ايجنج، يعني التجاعيد والخطوط والحاجات دي كلها بتقل علشان احنا بنعالج البشره من جوه لبره. بلس ان لو في اي حاجه جوه لايك وايت هيدز بلاك هيدز، الحاجات الافرازات الدهون الزياده اللي بتبقى جوه، احنا بنعمل لها ديب كلينزنج، تنظيف عميق علشان ما تبقاش موجوده تحت فتبدا تطلع فوق على سطح الجلد بقى بشكل حبوب ومشاكل. اهم حاجه عندي صحه السكن من جوه اكتر من بره. حلوه قوي. يعني اي حاجه تحت الجلد بتبقى ان هيلثي فور ذا سكن. طب كل الناس محتاجه تعمل فيشل تريتمنت؟ كل الناس. هل مثلا البشره الدهنيه بتبقى محتاجه مثلا تعمل تنظيف لبشرتها اكتر من البشره الجافه مثلا؟ بصي انا بالنسبه لي يعني هي بتحتاج، طبعا الاويلز او السيبم بيتكون اكتر في الاويلي سكن، بس اي ريكومند ايفري وان تو دو ات، بس اتس جونا بي مور بينيفيشال للاويلي سكن. يعني اتس جونا جيف علشان افرازات الدهون بتكون زياده، فبيبقى سهل ان يتكون بقى وايت هيدز وبلاك هيدز والحاجات دي، فما بتتشال، بتبقى فيري بينيفيشال للاويلي سكن. طيب في سؤال، الدراي سكن بيبقى برضه في حاجات لازم نديها له نيوتريشن وفيتامينز عشان نغذيه برضه، عشان الدراي سكن برضه بيبقى اكتر، هي بيبقى سنسيتيف ويبقى مشدود او كده. حلو. فبنديله تمام بوست. الحبوب اللي هي الصغيره البيضه اللي بتبقى تحت الجلد دي، دي بتبقى عشان دي مأساة معظم البنات اصلا. هل دي بتبقى ممكن يكون سببها ان انا عندي مشاكل تحت سطح الجلد بتاع وشي، او انا ما بنضفش وشي كويس، او مش بعمل فيشل تريتمنت؟ لان كل البنات فاكره ان مثلا انا لو عندي حبوب تحت الجلد هستخدم وان برودكت هيوديها خالص فوريفر. السكن عامه ما ينفعش تقول اتس نوت ماجيك، بس لازم كونسيستنسي از كي في موضوع السكن ده بالذات، ان الاستمراريه. يعني احنا الاستمراريه بالظبط، لازم استمراريه، لازم يكون عندك صبر. عامه الحاجات اللي بتبقى تحت الجلد ده بالنسبه لي بتبقى وان اوف ذا مين ريزنز الاكسفوليشن، هو استنفرت الوش او سكرابينج. حلو. لان التكوين الداد سكن سيلز على الوش دي اللي موجوده عامه عندنا في مصر كتير، سيرفيس دراينس. وان سيرفيس دراير سكن بتمنعي اي اولز او اي حاجه تكون عايزه تطلع تحت من تحت الجلد. صح. فبتبقى تراب تحت الجلد، فبتكون بقى الحبوب الصغيره دي. حلوه. في حاجات بتبقى نقدر نشيلها، وفي حاجات بمشيها على سكين كير روتين نخليها تطلع ريسيرفيس. احنا النهارده هنعمل فيشل تريتمنت. خلاص هنوري البنات الستبس والخطوات وكل حاجه، واحنا ماشيين كده لو في اي حاجه هنقدر نشرحها هنعملها كده مع بعض. اوف كورس. ثانك يو عزيزه. ويلكم يا حبيبتي. يلا بينا. كانت ويت. Double cleansing.
لازم. حلو. شلنا الميك اب. ايوه. اتاكدنا ان كل حاجه نظيفه. ماشي. نبتدي بقى ايه الخطوات الجايه. ماشي يلا بينا. يلا بينا. تقول لنا ده ايه؟ ده انزيم ماسك بيعمل اكسفوليشن، بياكل في الجلد الميت عشان اي حاجه بتعمل طبعا فيها جرانولز او حاجه تبقى هارد اون سكن، ده بياكل في الجلد الميت بيفك الانزيم والباي انزيم وليتل بيت اوف الجلايكوليك اسيد. يعني بيعمل زي صنفره للبشره. بالظبط. بيفتح برضو دي ستابس بتاعتنا. نعمل ايه بقى؟ دي ستابس 3. اه ده تيوفاين مانوكا هاري ماسك بحطه مع الستيم عشان يساعد يعمل تيوريفيكيشن مع الستيم، وبعد كده عشان نعمل اكستراكشن فيري ايزي. يعني ده ماسك هنسيبه هنحطه نسيبه كده مع الفار. ايوه عشان يغذي مانوكا هاري عامه تحفه بيغذي انا بحب اغذي السكن. حلو. بعمل لك مالتي ماسكينج، بعمل لك تي زون شاركل ماد ماسك، والباقي بعمل لك فيه ماد ماسك. الله، يعني كل حته ماسك مختلف. ايوه. ده الاكسجين ماسك. ده بيبوست تريبل اكسجين في السكن، بيعمل انرجايزنج، بيعمل برايتنينج، اتس ا ميني فيشل ان فيشل. يعني بيعمل تفتيح وبيعمل بوست للسكن. اه بوست السكن، بيدي نضاره فظيعه. اوكي. بيضخ فيها اكسجين. بنحاول بس ننزل الترانسليشن فاهمه. اه ترجمه بتنزل هتنزل امتى؟ ده بيضخ تريبل اكسجين، ثلاث انواع من الاكسجين تو ذا سكن. اوكي حلو قوي ده، تحفه، ريحته حلوه كمان. في فيتامين سي. اوكي دلوقتي انا حطيت لك الاول هاي فريكوينسي كريم، ده عباره عن هيالورونيك اسيد وكولاجين. ماشي. وده الهاي فريكوينسي، ده بيقتل اي بكتيريا مسببه للاكني اون ذا سكن. حلو. وما تخافيش من التوبه. ماشي. ده هاني اند لافندر ماسك، يدي ديب هايدريشن، بي مساج. حطيت لك الاول دلوقتي بتايب كير، ده بيقوي الجدار بتاع البشره، وده اي جي اف جروث فاكتور، ده بيسبيد اب ذا هيلينج. بحب قوي الجروث فاكتور. ده بيسبيد اب ذا هيلينج بتاع البشره وبيدي بيديك الجلو. ده سوبر جرينز جيلي ماسك. اوكي. هيدرو جيلي ماسك، ده بيظبط الاويل برودكشن في الاويلي سكن، وبيعمل برايتنينج، وبيعمل فيرمينج للأولي سكن برضه. ريفريشينج سيرام.